من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين باب اخر من ابواب كتاب الكافي الشريف باب الاشاره والنص على الحسن بن علي عليه السلام قد ذكرنا فيما مضى ان الامام بتعيين من الله سبحانه وتعالى والله عز وجل امر رسوله بتبليغ الناس بذلك والرسول صلى الله عليه واله بلغ إمامة أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام للناس، وأيضا بين لهم أسماء الأئمة تفصيلا وإجمالا. أما تفصيلا فبعض الروايات التي وصلتنا بذكر أسماء الأئمة واحدا بعد واحد عن رسول الله صلى الله عليه واله. وأما إجمالا فالحديث المعروف بألفاظ متعدده حيث قال رسول الله صلى الله عليه واله الائمه من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش وفي حديث كلهم من بني هاشم، وهذا الحديث لا ينطبق الا على ائمه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، ولذا الان اذا ذهبت الى غير اتباع اهل البيت الى علمائهم والى ناسهم فاسالهم من هم الائمه الاثنى عشر الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه واله تراهم يتخبطون لماذا؟ لانهم اذا ارادوا ذكر خلفائهم فخلفاؤهم بالعشرات الخلفاء الراشدون عندهم أربعة خلفاء بني أمية ثلاثة عشر بنو العباس نيف وثلاثون لذا بعضهم الآن حيث لم يجد جوابا لهذا السؤال اختار طريقة تهرب يتهرب من الإجابة على هذا السؤال ويقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يذكر أسماءهم فلا نعلم من هم لأن الرسول كان يذكر كلاما لغوا والعياذ بالله في حديث متواتر صحيح صريح ورد في كثير من المصادر الأئمة من بعد اثنا عشر كلهم من قريش أو لا الرسول يقصد إعلام الناس باتباع هؤلاء الأئمة من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهليه، ومن الواضح ان ميتة الجاهليه هي ميتة كفر ونفاق. من مات وليس في عنقه بيعه لامام مات ميتة جاهليه، الآن اذهب اليهم واسألهم من هو امام زمانكم الذي في اعناقكم البيعه له؟ يتخبطون في الاجابه على هذا السؤال. فإذا رسول الله كما بين الأسامي تفصيلا كذلك ذكرها إجمالا في هذا الحديث وفي غير هذا الحديث، ومن الأحاديث التفصيلية بعض الأحاديث التي جمعها الكليني في هذا الباب، باب الإشارة والنص على الحسن ابن علي عليه الصلاة والسلام، طبعا الإشارات الإجمالية التي جمعت كل الأئمة الكليني أيضا أفرد لها بابا بعد هذه الأبواب وستأتي إن شاء الله تعالى وكل إمام كان يبلغ الناس الإمام الذي بعده يعني الإمام الحسن رسول الله بلغ أنه الإمام بعد علي عليه السلام كذلك أمير المؤمنين بلّغ للناس ما بلّغه رسول الله صلى الله عليه واله، بأن الحسن عليه السلام هو الإمام من بعده. في هذا الحديث الشريف عن سليم بن قيس قال: شهدت وصية أمير المؤمنين عليه السلام حين أوصى إلى ابنه الحسن. كان حاضرا بعد أن ضرب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالسيف. في شهر رمضان في محراب مسجد الكوفة شهدت وصية امير المؤمنين عليه السلام حين اوصى الى ابنه الحسن عليه السلام واشهد على وصيته الحسين ومحمدا محمد ابن علي المعروف بمحمد ابن الحنفيه ابن امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وجميع ولده يعني سائر اولاده أمير المؤمنين كان له 12 ولداً، وفي بعض التواريخ أكثر من هذا العدد، 18 واحد أو 17 واحد، ورؤساء شيعته وأهل بيته، الرؤساء من الشيعة، والرؤساء من بني هاشم، هؤلاء أيضاً أشهدهم، ثم دفع إليه الكتاب والسلاح. شنو هذا الكتاب؟ الكتب التي كانت بحوزة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قد مر في ما مضى هي كتب متعددة، منها كتب الأنبياء، ومنها الكتاب الذي نزل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيه وصية تبين تكليف كل واحد من الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فأنزلها الله بواسطة جبرائيل على محمد رسوله صلى الله عليه واله فالرسول دفعها لأمير المؤمنين وهي كانت مختومة فكل إمام حينما يستلم الإمامة يفتح الختم الذي يرتبط به ويقرأ ما في هذه الوصية من كيفية سيره فالأئمة عليهم الصلاة والسلام كلهم في سيرتهم ساروا بأمر الله سبحانه وتعالى المكتوب في هذا الكتاب الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وآله ولم ينزل كتاب غير هذا الكتاب ثم دفع إليه الكتاب والسلاح. طبعا الكتب التي كانت هي كتب الانبياء سياتي في حديث لاحق، امير المؤمنين استودعها عند ام سلمه حينما خرج من المدينه، وامرها بان تسلمها للحسن عليه السلام حينما يرجع اليها، فبعد استشهاد امير المؤمنين، حينما رجع الحسن الى المدينه استلم تلك الكتب من ام سلمه، فهذا الكتاب هو تلك الوصيه ثم دفع اليه الكتاب والسلاح، السلاح يعني سلاح رسول الله صلى الله عليه واله، وقد مر فيما مضى ان من ودائع النبوه التي اعطاها رسول الله امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام السلاح، وهو يتداول بين الأئمة وهو الآن بحوزة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وقال لابنه الحسن يا بني أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أوصي إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله صلى الله عليه وآله ودفع إلي كتبه وسلاحه يعني امير المؤمنين يقول بمحضر من هؤلاء الرؤساء من الشيعه ومن اهل بيته ومن ولده ان دفعه الكتاب والسلاح للحسن عليه الصلاه والسلام وجعله وصيا من بعده واماما وخليفه ليس قضيه باراده شخصيه كما يصنع الكثيرون حينما تحين وفاة الوالد يوصي إلى ولده الأكبر مثلا ويجعله وصيا له لا ليس الأمر من هذا القبيل القضية الطبيعية بين الآباء والأبناء وما جرى عليه الناس لا هذا بأمر من رسول الله الذي امر عليا عليه السلام بذلك وكان ذلك بامر من الله، يعني الله امر الرسول والرسول امر امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام. وامرني ان امرك اذا حضرك الموت ان تدفعها الى اخيك الحسين. يعني امير المؤمنين حينما سلمها سلم الكتاب والسلاح الى امير الى الامام الحسن واوصى له ايضا اوصاه بانه اذا حضرتك الوفاه سلمها للامام الحسين عليه الصلاه والسلام بامر من رسول الله، يعني الرسول امرني ان اقول لك بان تسلمها للحسين. ثم اقبل على ابنه الحسين امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك هذا ثم أخذ بيد علي بن الحسين لأن الإمام علي بن الحسين ولد في سنة ثمانية وثلاثين يعني قبل استشهاد الأمير المؤمنين بحدود ثلاث سنوات فكان طفلا في الظاهر بعمر ثلاث سنوات قال للحسين عليه الصلاة والسلام أمرني رسول الله أن أقول لك وان آمرك بان تسلم الكتاب والسلاح وكذلك الوصيه لعلي بن الحسين هذا لماذا اخذ بيده واشار اليه لعله لاجل ان للامام الحسين عليه الصلاه والسلام كان ولد اخر هو علي الاكبر وهو كان أكبر أكبر من الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، لكن الإمامة لم تصل إليه، أُستشهد في الطف، فحتى يتميز أمام الشيعة وأمام الرؤساء وأمام الناس، حتى واحد لا يتوهم أن الرسول أمر بالتسليم إلى علي بن الحسين الأكبر. أخذ بيد الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام ثم قال لعلي بن الحسين وهو الطفل عمره ثلاث سنوات واحد لا يستغرب ذلك كيف يوصي لطفل وهو عمره ثلاث سنوات هؤلاء صغيرهم لا يقاس به أحد عيسى عليه الصلاة والسلام في المهد تكلم وكان نبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب بإرادة ربانية طفل عمره ثلاث أيام مثلا يتكلم والله قد جعله نبيا مو انه سيجعلني نبيا، جعلني نبيا. زين فأن يكون الإمام صغيرا لا مشكلة في ذلك، إذا الله سبحانه وتعالى شاء. الإمام الجواد تبوأ الإمامة وعمره ثم تسع سنوات. الإمام الهادي تبوأ الإمامة وهو في على سبع سنوات او ثمان سنوات او تسع سنوات. الامام المهدي تبوأ الامامه وعمره خمس سنوات. فالامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام حين الوصيه عمره ثلاث سنوات تقريبا وامير المؤمنين يبلغه رساله رسول الله صلى الله عليه واله ثم قال لعلي بن الحسين: وامرك رسول الله. أن تدفعها إلى ابنك محمد بن علي وأقرئه من رسول الله صلى الله عليه وآله ومني السلام الرسول أقرأ الإمام الباقر السلام يعني أمرني أن أوصل أو أمرك أن توصل سلامه إليه زين الرسول هل امر امير المؤمنين باقراء السلام الى علي بن الحسين؟ لم يكن في زمان الرسول مولودا. لعله امره وامير المؤمنين كان قد اقراه ذلك السلام. لكن في تلك اللحظه في لحظه استشهاد امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام في حاله الاحتضار وحين الوصيه لم يكن الامام الباقر قد ولد بعده. فلم يكن أمير المؤمنين قد أقرأه سلام رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما في هذه اللحظة قال للإمام زين العابدين وأقرأه من رسول الله ومني السلام حينما يولد الإمام الباقر بعد ذلك تقول له إن رسول الله قد أقرأك السلام وأيضا تقول له إن أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام قد أقرأك السلام زين في هذا الحديث نص الرسول صلى الله عليه واله الى الامام الباقر طبعا في احاديث اخرى ايضا النصوص الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الحديث الثاني من احاديث هذا الباب باب الاشاره والنص على الحسن ابن علي عن ابي جعفر عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام لما حضره الذي حضره يعني الوفاة قال لابنه الحسن ادن مني حتى أسر إليك ما أسر رسول الله إلي وأأتمنك على ما أتمنني عليه ففعل ذكرنا في الحلقة الماضية والحلقات الماضية أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل رحيله قال لامير المؤمنين اقترب مني ثم قال ادخل راسك تحت الغطاء فساره بكلمات فلما سالوا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ماذا قال لك؟ قال ما معناه علمني الف باب من العلم يفتح كل باب ألف باب، يعني مليون باب من العلم، وإلى زمان الإمام الصادق لم يظهر من هذا العلم إلا بابان، يعني من مليون باب لم يظهر إلا بابان، أمير المؤمنين صنع نفس هذا الأمر بالنسبة إلى الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، وهو في فراشه في فراش الشهادة أسرّ الإسرار شنو معناه؟ الإسرار يعني قال له كلاماً بخفية لم يستمع إليه الآخرون أسرّ إليه وأتمنه، أسرّ إليه يعني علمه المليون باب من العلم الذي الرسول علم أمير المؤمنين وأمره أن يعلمها الحسن عليه الصلاة والسلام فاسر اليه واتمنها عليه يعني انت امين عليها لا تظهرها الا لاهلها قسم قليل منها الناس لهم القابليه باب واحد الباب الثاني هذا بين للناس لكن القسم الاعظم منه ما تبقى من ثلاثه الى مليون باب من ابواب العلوم هذه لا تظهرها إلا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وهكذا وهل مجرة الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب أيضا عن أبي بكر الحضرمي قال حدثني الأجلح وسلمة ابن كهيل وداود ابن أبي يزيد وزيد اليمامي قالوا حدثنا شهر بن حوشب أن علياً عليه السلام حين سار إلى الكوفة استودع أم سلمة كتبه والوصية، فلما رجع الحسن دفعها إليه. ذكرنا في الحديث الأول أن الوصية النازلة من السماء في الكوفة أمير المؤمنين سلمها للإمام الحسن، لأنه بيان تكليف الإمام الحسن بعد استشهاد امير المؤمنين وقد وجرت امور عظام من استشهاد امير المؤمنين الى خروج الامام الحسن عليه الصلاه والسلام من الكوفه راجعا الى المدينه. التهيؤ لقتال معاويه الى ان وصل الامر الى الصلح وجرى ما جرى كل ذلك كان مكتوب في الوصيه. هذه ما كانت قابلة للتأخير إلى رجوعه إلى المدينة. وإنما هناك وصايا أخرى لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هذه الوصايا لم تكن تلك الوصية النازلة من السماء. وأيضا الكتب التي ورثها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من رسول الله وهي كتب الأنبياء. وأيضا مواريث الأنبياء. كقميص يوسف وعصا سليمان وخاتم سليمان وطشت موسى عليه الصلاه والسلام وسائر مواريث الانبياء هذه الرسول صلى الله عليه واله اورثها امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. امير المؤمنين حين خروجه من المدينه هذه الاشياء استودعها عند ام سلمه. وام سلمه هي افضل زواجات الرسول صلى الله عليه واله بعد خديجه يعني افضل الزوجات هي خديجه هذا اتفق عليه الفريقان وبعد خديجه افضل الزوجات ام سلمة لذا امير المؤمنين استودعها هذه الودائع والامام الحسين حينما خرج الى كربلاء ايضا استودعها جعلها عنده جعل هذه الودائع عندها يعني عند ام سلمه فلما رجع الامام الحسن استلم هذه المواريث وهذه الكتب والوصايا وايضا الامام زين العابدين حينما رجع استلمها من ام سلمه بعد استشهاد الامام الحسين زين ابو بكر الحضرمي من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام سمع هذا الحديث عن عدة من الأشخاص الأجلح وسلمة ابن كهيل وداود ابن أبي يزيد وزيد اليمامي سمع منهم هؤلاء الأربعة رووا عن شهر ابن حوشب شهر ابن حوشب كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الحضرمي أراد أن يطمئن لصحة هذا الكلام، وذكرنا في الحلقة الماضية أن أصحاب الأئمة حينما كانت تأتيهم روايات عن الأئمة السابقين بوسائط أو كانت تصلهم كتب السابقين أو كانوا كان يروى لهم ما يقوله الامام وهو في المدينه وهم كانوا مثلا في الكوفه او في مكان اخر. احيانا كانوا يريدون ان يطمئنوا بصحه ما سمعوه، ما وصلهم، فكانوا ياتون الى الامام الحاضر فيسالونه ان فلان روانا عن ابائك او فلان روانا عنك. او وجدنا في كتب فلان هكذا، فهل هي صحيحة أو ليست بصحيحة؟ هنا أبو بكر الحضرمي روى هذه القضية بأن أمير المؤمنين استودع أم سلمة الكتب والوصية رواها عن أربعة هؤلاء رووها عن شهر بن حوشب الذي كان حاضرًا ومن أصحاب أمير المؤمنين. يريد إطمئن بصحة هذا الكلام فإجى عند الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وسأله والإمام عليه الصلاة والسلام أجابه بالتصديق أن عليا صلوات الله عليه حين سار إلى الكوفة استودع أم سلمة كتبه والوصية فلما رجع الحسن دفعتها إليه هسه السؤال أمير المؤمنين حينما خرج إلى الكوفة لماذا استودع هذه الكتب وهذه المواريث عند ام سلمه؟ ألم يكن يحتاج إليها؟ الجواب كلا، ما كان يحتاج إليها. لماذا؟ لأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علم جميع ما في هذه الكتب علمه رسول الله صلى الله عليه واله، وتعيها أذن واعية. هذه نزلت في أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذه الآية. فلماذا هذه الكتب عنده هذا تشريف انت الان تجيك ورقه من جدك او من جد جدك هذه تتوارثه الاسره انت تعلم ما في هذه الورقه وحافظها لكن تحافظ على هذه الورقه ايضا لماذا تشريف هذا الله سبحانه وتعالى شرف الأنبياء والأوصياء بأن جعل عندهم كتب الأنبياء السابقين، وجعل عندهم مواريثهم، يعني الآن قميص يوسف عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا تشريف من الله للإمام المهدي، عصا موسى عنده، خاتم سليمان عنده، بقية الأمور عنده، هذا تشريف له. ولذا نقرا السلام عليك يا وارث ادم صفوه الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث ابراهيم خليل الله وهكذا يعني كما ورث علومهم ورث الامور الخاصه بهم او الامور التي كان يجري الله سبحانه وتعالى المعاجز منها او فيها هذا تشريف من الله لهم مو هو يحتاج إلى هذه الأمور لا هذا تشريف إله ليس معنى ذلك أن أولئك أفضل منا، لا تشريف إلى الله سبحانه وتعالى شرف رسوله بأن أورثه مواريث الأنبياء مثلا وكتب الأنبياء هذا تشريف لرسول الله وليس معنى ذلك أن أولئك أفضل منا، كلا فامير المؤمنين ما كان يحتاج الى هذه المواريث لان العلم الرسول كان معلمه ما في هذه الكتب واما اجراء المعاجز عبر هذه المواريث الله سبحانه وتعالى ما كان يريد اجراء المعاجز بواسطه هذه المواريث في ذلك الوقت انما المعاجز كانت تجري بطريقه اخرى. نعم، عندنا في بعض الاحاديث دلاله على ان عصا موسى عليه الصلاه والسلام، الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يجري بها المعاجز. ايضا. وهذا بامر من الله سبحانه وتعالى. فاذا أمير المؤمنين ما كان محتاجاً إلى ما في تلك الكتب من علوم لأن الرسول كان قد علمه، وما كان محتاجاً إلى تنفيذ المعاجز عبر تلك المواريث، كان تشريف، ولا فرق بين أن تكون هذه في السفر معه أو تكون أمانة عند أم سلمة حينما يرجع الإمام الحسن يستلمها منها، فإذا طبعا بين قوسين نذكر ان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام حينما سار الى الكوفه اصطحب معه رايه رسول الله صلى الله عليه واله حسب ما في بعض الاحاديث. هذه الرايه نشرها في يوم الجمل. وبعد ذلك طويت وهي مطويه لحد الان ولا تنشر الا حينما يظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فإذا هو كان قد اصطحب معه هذه الراية إلى البصرة في الجمل وأيضا أمير المؤمن أجرى معاجز بإرادة وإذن من الله سبحانه وتعالى لكن بدون وسائل ومواريث الأنبياء السابقين الله سبحانه وتعالى شاء ان تجري هذه المعجزه على يد امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام مثلا في طريقه الى صفين ارجع الشمس كادت ان تغرب فارجعها باشاره ليصلي صلاه العصر في وقت فضيلتها ما كانت قد غربت لا دنت من الغروب فكان يمكن للامام ان يصلي ذلك الوقت صلاة العصر أداءً طبعاً في أواخر الوقت كان، لكن أراد أن يدرك فضيلة أول الوقت، فأشار إليها فرجعت إلى مكانها من وقت صلاة العصر، فصلى العصر ثم أشار إليها فرجعت إلى مكانها ثم غربت، أو في ذلك الطريق رأى جمجمة وكلمها وكانت جمجمة كسرى هذه بدون أدوات بإرادة ربانية الله سبحانه وتعالى أقدر أمير المؤمنين عليا على هذه المعاجز لماذا ظهرت هذه المعاجز من أمير المؤمنين؟ هذا إلى بحث سنتطرق إليه في بعض الحلقات اللاحقة إذا شاء الله سبحانه وتعالى وأما سائر الأحاديث حول النص على الإمام الحسن بن علي عليه الصلاة والسلام فنتركها إلى حلقة قادمة هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين